توفي في مثل هذا اليوم من سنة 304 للهجرة السفير الثاني للإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشيخ محمد بن عثمان رضوان الله تعالى عليه. كان يكنى بأبي جعفر وتولى النيابة بعد وفاة أبيه، وكان يلقب بالخلاني نسبة إلى بيعه الخل. كان يتكسب به تسترا بالكسب عن ضغط بعض المتعصبين من أهل الخلاف، كما كان والده عثمان بن سعيد يبيع السمن. كان رضوان الله تعالى عليه حليما ورعا صاحب وداعة وصفاء، وكان لا يحمل حقدا على أحد قط. وقد أخبر بوكالته عن الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الإمام العسكري عليه السلام قائلا: اشهدوا علي أن عثمان بن سعيد العمري وكيلي، وأن ابنه محمدا وكيل ابني مهديكم. وقد وردت أيضا في فضائله ومكانته المتميزة عند الإمام المهدي عليه السلام الأحاديث الكثيرة، فكان الإجماع عند الشيعة على أنه هو وكيل الإمام عليه السلام وثقته لما ذكر من فضله ولما رأوا بأعينهم من شخصيته الفذة. وقد دخل عليه أصحابه مرة فوجدوه يحفر قبرا، فسألوه: لمن هذا؟ فقال: قد أمرت أن أجمع أمري. وبالفعل فقد اعتل بعد ذلك، ولم يمض شهران إلا وقد مات رضوان الله تعالى عليه. وقد توفي رضوان الله عليه في مثل هذا اليوم، ودفن في بغداد في موضع قبره المعروف اليوم بجامع الخلاني. وكانت السفارة من بعده للحسين بن روح النوبختي بأمر من الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف.